بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تشرفنا بزيارة الأخ العزيز الأستاذ مسعود البرزاني المحترم. هذه الزيارة المهمة إلى بغداد لأهمية اللقاءات والحوارات، خصوصا ونحن نتحدث عن زعامة وطنية مهمة لها دور كبير في العملية السياسية، وقد أجرينا حوار بناء وهادف باتجاه مختلف القضايا الداخلية والأوضاع الأقليمية. بالتأكيد نحن قطعنا شوط مهم في بناء الثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتجاوزنا مشاكل كثيرة والموروثة منذ سنوات وفق الدستور والقانون، ونحن ماضون باتجاه فتح فرص التنمية وآفاق المستقبل بالشكل الذي يعود على شعبنا في كل مكان بالخير والرفاهية والازدهار. الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تحصل أيضا كانت جزء مهم من هذا الحديث، الذي يمثل ضرورة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تواجه المنطقة، والتأكيد على أمن واستقرار وسيادة العراق، وأن يكون بعيدا عن ساحة الصراعات، مع الحفاظ على مواقفنا المبدئية تجاه مختلف القضايا العادلة. فكل الترحيب بالأخ العزيز الأستاذ مسعود البرزاني. أهلا وسهلا. أهلا، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا باللقاء بدولة الرئيس الأخ السوداني، وزيارتي إلى بغداد بهدف تعزيز الجهود التي بذلت قبل الآن والتي قادها دولة الرئيس، وأدت إلى انفراجة حقيقية في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الأقليم. وهنا لابد من أن أقدم جزيل الشكر لسيادة أخي دولة الرئيس محمد شياع السوداني، وأشيد بجهود رئيس أقليم كردستان ورئيس وزراء أقليم كردستان وجميع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية وحكومة الأقليم لما بذلوا من جهود. كما تفضل دولة الرئيس، كان حوارنا حوار بناء، سواء ما يتعلق بالوضع الداخلي أو فيما يتعلق بالوضع الأقليمي، وكانت وجهات النظر متطابقة، وبإذن الله سوف نواصل التنسيق والتعاون. تأكد ما كنا نقوله دائما، أنه إذا توفرت النوايا الحسنة فليست هناك مشكلة مستعصية على الحل. الحمد لله هذه النوايا متوفرة، ودولة الأخ رئيس الوزراء يقود الدولة بهذه النوايا، بهذه النوايا التي أوصلتنا إلى هذا الوضع المريح، ونأمل أن تكون النتائج لصالح كل العراقيين بإذن الله. ومرة أخرى أشكركم على حسن الاستقبال، وأنا سعيد جدا بقصيدتكم. شكرا. شكرا.